مصطفى. دكتور ابراهيم مساء الخير يا فندم. انا مدام عزه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك دكتور ابراهيم؟ اهلا دكتور بيك يا ابراهيم، فندم. اسعار الذهب، هبوط كبير باسعار الذهب في مصر، والجرام يخسر 32 جنيه في يومين، او فجاه كده نلاقي البورصه بتقول صعود في اسعار الذهب. هل المساله في ارتفاع اسعار الذهب او انخفاضه لها علاقه بالانتخابات الامريكيه؟ اه طبعا. خليني بس قبل ما اتكلم الموضوع ده اوضح حاجتين. علاقه الذهب بالدولار علاقه عكسيه من ناحيه، تمام. من ناحيه ثانيه والدولار انخفض. من ناحيه ثانيه في عندي عوامل تتحكم في سوق الذهب. لو بصينا كده في الفتره اللي فاتت، خدت بال حضرتك عندي الفايده على الدولار لما قلت لصفر، فمن ناحيه كان في تكالب على الذهب، لان لما الفايده تقل على الدولار فالناس مش هتخزن دولار، فبالتالي هتخزن الدولار تشتري حاجات تصير عليها زياده قيمه. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه وضع الاقتصاد العالمي، الضبابيه الاقتصاد العالمي والناس عدم التاكد واليقين من توقعات الاقتصاد العالمي رايح فين والكلام ده، وحاله الانكماش اللي متوقعه فيه نتيجه كورونا الفتره اللي فاتت، برضو ادى خلى الناس قلقه من الاحتفاظ بالسيوله بشكل انها تفقد قيمتها. ده مجرد ما فايزر اعلنت عن دواء عن تطعيم، البورصه الاوروبيه ارتفعت. حاجه لها برضه كمان اتفضل. عندنا كمان احنا بنتكلم على اي توترات جيوسياسيه، طبعا ده بيأثر على حركه الاقتصاد وبالتالي على اسعار العملات في العالم من ناحيه ثانيه وعلى الاسواق. والحاجه الثالثه، كان الناس كلها متوقعه نتائج الانتخابات الامريكيه، وموضوع ان كورونا ليه علاج ولا ملوش علاج، دي كلها كانت اجواء بتحتم على كل الاطراف اللاعبه في السوق انها تتحرك ازاي او تتحرك بالاسعار ازاي. فدي كلها عوامل اثرت على حركه الذهب سواء ارتفاعا او صعودا الفتره اللي فاتت، مع نتائج الانتخابات الامريكيه شويه. حصل صعود لقيمه الدولار شويه النهارده، فلان كان في تخوف، الناس عارفه الانتخابات نتيجتها ايه والكلام ده. النهارده يعني الدولار انخفض لما الانتخابات استقر الوضع. كمان حاله القلق وعدم اليقين دي بتخلي الناس مش هتتوقع سير العمليه ماشيه ازاي، فبيحصل انخفاض على طلب على الدولار او على قطعه معينه، فبيقل قيمتها لفتره ما لغايه ما تصلح الرؤيه، فده اللي بيحصل. سيدي خليني أقول لحضرتك، اللي هيسكن البيت الأبيض هيكون في يناير القادم، يبقى معنى كده أن الدولار هيرتفع في يناير؟ لا، هو اللي هيحصل أن الناس يبقى عندها نظرة تفاؤلية. إمتى هيحصل الحاجات دي؟ هتبقى على أرض الواقع ملموسة لما نشوف السياسات الجديدة بتاعت القيادة الجديدة الأمريكية هيبقى شكلها إيه. تمام، لكن هذا مش واضح دلوقتي. لان يعني كل الناس شايفه بترجع للتاريخ بتاع كل واحد قبل ما يمسك الحكم عامل ازاي، ترى هيمشي بنفس الطريقه ولا هيغير من سياسته ولا هي سياسه مستقره. ده بيخلي الاقبال على العملات بما فيها كمان الذهب ضعيف. خلي بالك حضرتك كمان، المؤسسات اصلا الشركات العالميه في الفتره بتاعت كورونا اصلا احتفظت بالسيوله، كانت خايفه على ان يعني ما رضتش تخاطر بالسيوله اللي عندها. تمام، فده اثر برضو على تباطؤ الاقتصاد العالمي من ناحيه، واثر على الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم. كانت التدفقات بتاعته يعني كان التوقع انه يقل بنسبه من 30 ل 40%، لا، قل في الست شهور الاولانيين بتوعه من يناير ليونيو 49%، يعني 50% مقارنه بالسنه اللي فاتت. خدت بال حضرتك؟ نعم. يعني التوقعات حتى زاد عن التوقعات. ايوه. ونفس الحاجه حصلت بالنسبه للتجاره العالميه. فبالتالي التو بيلرز اللي هم الدعامتين الاساسيين اللي بيحركوا الاقتصاد عالميا، التجاره والاستثمار، حصل لهم ايه؟ انخفاض كبير جدا. طب خليني اقول لحضرتك، الذهب هيستقر اسعاره امتى في اي ظروف سياسيه؟ بص توقعات السنه الجايه ان شاء الله عندك في نظره تفاؤليه تجاه معدلات نمو في العالم. فده برضه هيخلي الناس لو ده التوقعات دي رايحه فعلا الاتجاه الايجابي او التصاعدي، هيخلي مثلا حركه التجاره والاستثمار احسن. في طلب على الدولار. تمام، فيبدا من النهارده الناس تستقر على سعر السوق، الذهب يستقر شويه لغايه ما نشوف الدولار رايح فين. معايا من ناحيه ثانيه، هي العمليه كلها مرتبطه بالك، ده بيتحرك كده بيتحرك في الناحيه الثانيه على طول. ففي طلب على الجانب ده، يبقى في طلب يبقى في طلب على الناحيه الثانيه. خلينا نتابع مع حضرتك، وبشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم مصطفى. بشكر حضراتكم، اشوفكم بكره على خير مع تحياتي.